مارادونا اللي استمر الحقيقه مع فريق نادي نابولي. ادي امامنا استلام على طول باتو، هل يتوقع ويسجل؟ توقع التوبيلي، توقع التوبيلي وسجل باتو، سجل باتو. خلاص هي شهاده الميلاد، هو سك النجوميه، خلاص اصدر سك النجوميه. الكسندر باتو يعلن عن نفسه وبقوه في هذه المباراه ويسجل كما فعل في لقائه مع فريقه السابق انترناسيونال بورتو أليجري عندما سجل في مرمى بالميراس. الجميع بيهني، خلاص الجميع بيهنوا ويبكي في هذه اللحظات بكاء الفرح، دموع طفل امامنا. شوف حضراتكم 18 عام، ادي امامنا باتو، ادي امامنا باتو اتزاح الجبل اللي كان على صدر هذا اللاعب، اتزاح الجبل امامنا. هو باتو، باتو، باتو امامنا. الميلان، الميلان النهارده يعيد اكتشاف النجم الكبير رونالدو، وادي امامنا اللمسه السحريه من باتو ليعلن عن نفسه وبخماسيه 5-2 5-2 5-2 فعلها هذا الموسم فريق الميلان. يعني ما يفوز ويرجع يفوز بالخمسات، بالخمسه، بالخمسه عملها قبل كده الميلان هذا الموسم في مرمى لاتسيو 5